إذا أردنا أن نعرف مثلا وقت صلاة الفجر فهو من طلوع الفجر الصادق الثاني إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر من بعد الزوال، الزوال أن تنتصف الشمس في منتصف السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أن يصير الظل ظل كل شيء مثله، هذا وقت الظهر. ثم وقت العصر من أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير مثليه أو إلى اصفرار الشمس. وأما وقت الغروب فهو واضح ومحدد بغروب الشمس كاملة، سواء كنت في جبل أو في بر أو في بحر. وصلاة العشاء وينتهي صلاة الغروب المغرب ينتهي ببداية الشفق الأحمر، وانتهاء الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو عبارة عن حمرة مخلوطة ببياض، تذهب تلك الحمرة ويبقى بياض خالص ثم ينتهي تماما، هذا هو غياب الشفق الأحمر، به تبدأ صلاة العشاء ويستمر صلاة العشاء إلى الفجر الثاني، وهي على وقتين، وقت اختيار من غياب الشفق الأحمر إلى الثلث الأول من الليل، ووقت ضرورة من الثلث الأول من الليل إلى الفجر الثاني. هذه أوقات الصلوات، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أمته على أن يصلوا في أول الوقت، وقال على أن أفضل الصلاة، لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها،